السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا بالنسبة للناس ديال بروميير باكالوريا على الموقع www.isomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا كيفاش أننا كنديمونطريو باغ لا ريكورونس في اللوجيك. ألوغ شي سامبل، عندنا 4 المراحل، شي سامبل خاصك تضبطوهم. سامبل كل مرحلة فيها الخدمة، وهي المرحلة الثالثة فوقاش انك كتمونطري ان بي دو ان بلس ان انها فري. الوغ باش اننا نفهموا مزيان هادشي، الوغ خاصنا اننا ندير واحد بيت اكزيرسيس اللي غادي ابليكي لنا هاد الكور هذا. الوغ نشوفوا الاكزيرسيس الاول اش كيقول. كيقول مونطري كو بور توت ان ابارتونو ا ان اون ا ان بور توت ان عفوا بور توت ان سوبيريور ايغال ا 4 اون ا ان فاكتوريال اي سوبيريور ايغال ا ان او كاري. اشنو قالك هنا؟ خاصنا نمونطريو هاد الكتابه هادي انها صحيحة، يعني ان اي سوبيريور ايغال ا 4، يعني ان ان فاكتوريال اي سوبيريور ايغال ا ان او كاري. الوغ باش الكلمة ديال ان فاكتوريال سي سامبل، باش اننا كنكالكليوها سي سامبل سهلة بزاف. 5 فاكتوريال، الا قلنا 5 فاكتوريال شحال كتساوي؟ كتساوي لنا 5 في 4 في 3 في 2 في 1 صافي. الوغ قلنا جوج فاكتوريال، جوج فاكتوريال كنبداو من جوج وحنا نازلين واحد صافي حتى لواحد. الوغ قلنا 4 فاكتوريال كنبداو من 4 فوا 5 عفوا فوا 3 فوا 2 فوا 1 صافي. الوغ 100 فاكتوريال، 100 فوا 99 فوا 98 فوا 97 فوا 96 حتى نوصلو فوا 1. هذا هو كيتسمى فاكتوريال. يعني خاصنا نبينو ان الا كانت ان اكبر او يساوي من 4 تقدر تاخذ ان، تقدر تاخذ 4 5 6 7 امبوسيبل تاخذ 3 صافي. يعني الا كانت ان كبيره ولا كتساوي 4 من 4 للفوق، يعني الا عوضنا هنايا 4 فاكتوري كتكون كبيره اكبر او يساوي من 4 او كاري، فهمتي؟ 5 فاكتوري كتكون اكبر او يساوي من 5 او كاري اكسيتيرا. الوغ هنايا كنديرو مونطريوا، خاصنا نمونطريوا باغ لا ريكيرونس. كيفاش كنعرفوا اننا واش خاصنا نمونطريو باغ لا ريكيرونس ولا لا؟ اما كيقولك البروف مونطري باغ لا ريكيرونس، ولا ما قالهاكش كتشوف واش عندك ان. الا عندك بحال عندنا ان هنا، عندنا ان صافي كنخدمو هداك باغ لا ريكيرونس. حيت ما شتي ان خدم لا ميثود ديال ديمونطري باغ لا ريكيرونس. الوغ نشوفو المراحل بشويه عليا. المرحله الاولى اش كنكتبو؟ كنكتبو بوغ توت ان ايغال صافي. بوغ توت ان، هاد ان اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا القيمه الصغيره اللي نقدروا نعطيوها الان صافي. ماشي كتساوي لنا واحد ولا صفر، كتساوي لنا غير هذا. هذا اكزومبل، هذا غير اكزومبل، هذا هذا راه اكزومبل صافي. هذا الاكزومبل الاول ان كتاخذ لنا واحد سي ان كينتمي لاش لان اطوال، كينتمي لان اطوال. شحال هي ان اطوال؟ هي مناش من 1 2 3 4 ما كيكونش صفر صافي. يعني اصغر عنصر هنا هو 1، يعني ان عطيناها 1 صافي. بالنسبه لان الا كانت كنسمي الان عاديه، ان عاديه ها هو درت تحت ان عاديه، ان عاديه كيكون داخل فيها الصفر 1 2 3. الوغ هنايا ان شحال تاخذ هنا؟ اصغر عدد هو صفر، صفر صافي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد الاولى هادي بشويه علينا باش تفهموا مزيان. اش الو شوف ما كنكتبوا ديما هكا في الجهه، كنكتبوا بو او ان القيمه الصغيره ديال ان. اشنو عطينا هنايا بوغ توت ان؟ اشنو عطينا بوغ توت ان؟ سوبيريور ايغال ا 4، يعني ان اشنو تاخذ؟ تاخذ 4، لان 4 هو اصغر عنصر هنا. لان هاد ان هادي، هاد ان هادي كتنتمي لهاد المجال هذا من 4 حتى بلس لانفيني صافي. تقدر تاخذ 4 تاخذ 5 تاخذ 6 7 8 9، يعني هاد ان هادي كنعطيوها اصغر عدد يمكن نعطيوها هي 4 صافي. وكنعطينا قطعا اكبر قطعا، يعني ان اكبر قطعا من 4. 4 راه ما دخلاش كاع، راه قالك اكبر قطعا، يعني خاصك تفوت 4 شكون هي؟ 5 صافي. ولكن هنا عطينا اكبر او تساوي يعني 4. الوغ هادي راه فهمتكم مزيان صافي، يعني ان هو اصغر عدد كناخذو. غنشوفو ليكزومبل الجا ونعاودو نفهمو مزيان صافي. يعني ان كتساوي لنا 4 سي بيان. الوغ اشنو خاصنا نمونطريو؟ امبليك خاصنا نمونطريو ان بي دو ان فري صافي.
انا بي دو واحد بي دو جوج داكشي باش عوضنا هنا، يعني ان اللي عوضناها بربعه خاص تكون هذه صحيحه صافي، ان عوضناها بربعه يعني خاصنا نلقاو اربعه فاكتوريال كبر مناش اكبر ويساوي من اربعه او كخ صافي. هذه هي المرحله الاولى خاصنا نلقاو هذا، خاصنا نديمونطرو الوغ نحسبو خاصنا نبينو هادو ماشي تكتبها له ديك الوغ كتحسب له اربعه فاكتوريال كتساوي لنا اربعه في ثلاثه في جوج في واحد، أربعة في ثلاثة في جوج في واحد كتساوي لنا أربعة وعشرين، أربعة وعشرين زايدين أربعة أو كاري شحال كتساوي لنا؟ أربعة في أربعة شحال؟ ستاش زايدين. واش أربعة وعشرين هي ستاش؟ لا، يعني أن أمبليك يعني أن أربعة فاكتوريال مالها كبر من أربعة أو كاري، علاش؟ لأن أربعة فاكتوريال كتساوي أربعة وعشرين وأربعة أو كاري كتساوي هذاك كتساوي ستاش، أربعة وعشرين كبر من ستاش، يعني تحقق لنا العبارة الأولى صافي. هادشي اللي كنكتبو في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى حنا ساليناها كنعتبرو إن كتساوي لنا أصغر عدد تقدر تاخد إن وكنعوضوها خاصها تحقق لو كونديسيون ديالنا اللي عندنا هنايا صافي. ألوغ دابا نشوفو المرحلة الثانية، المرحلة الثانية بشوية عليها، المرحلة الثانية مكنديرو والو، هي كنكتبو جملة هاكا كنكتبو بوغ تو اللي عاطينا هنا بوغ تو إن أكبر من أربعة، هادي ضروري هادي تبقى تكتبها ديما صافي، ديما كتبها بوغ توت ان اكبر من ربعة. قلنا سوبوزون سوبوزون هاكا سوبوزون سوبوزون نفترض كنفترضو كو سوبوزون كو كو بي دو ان كنفترضو داكشي اللي عطينا بوغ توت ان اكبر من ربعة، كنفترضو ان داكشي اللي عطينا في التمرين بينو كنفترضو صحيح صافي. حنا ما عرفينش واش صحيح ولكن دابا حنا كنفترضو صحيح صافي. هادي هي لا هذاك المرحله الثانيه، نشوفوا المرحله الثالثه حنا في صرفنا صحيح. المرحله الثالثه هي اللي فيها الخدمه، اش كنديروا؟ كنا كنكتبوا اون مونتري مونتري كو اون مونتري كو بي دو ان بلس ان، يعني في ما شتي ان زيد لها ان، اون مونتري هذه في ما شتي ان زيد لها ان، ان زيد لها ان واحد فاكتوريال مالها اكبر او يساوي ان، حتى هذه ان هذه زيد لها واحد كل اوكار. هذه هي اللي خاصنا نبينو، هذه دابا خاصنا نبينوها. دابا كيبقى اشنو عندك في لاباز في الماط، واش عندك شي باز قويه كتبقى تخدم في هذه؟ عطاك سهله عطاك صعيبه، انت كتبقى تخدم هذه هي اللي صعيبه شوي خاصك تبينها. دابا حنا خاصنا نبينو بهذه، اما كنبداو بهذه ونلقاو هذه ولا كنبداو بهذه ونلقاو هذه، المهم حنا نبداو بهذه ونلقاو هذه. الو باش نبداو بداو بهذه ان بلس ان فاكتوريال، الو نبداو بهذه شحال كتساوي حتى نلقاو انك اكبر من او يساوي ان بلس ان الكل او كاري. الو كنعرفو تبع معايا تبع، الو شوف معايا مزيان، الو عندنا سبعة فاكتوري شحال كتساوي لنا سبعة فاكتوري؟ كتساوي لنا سبعة في ستة فاكتوري، كاين ولا مكايناش ياك بعدا؟ علاش؟ لان ستة فاكتوري اش كتساوي؟ ستة كتساوي ستة في خمسة في ربعة في ثلاثة في جوج في واحد صافي. شكون هي هادي؟ من واحد حتى ستة، من واحد جوج ثلاثة أربعة هي ستة فاكتوريال، يعني هذه هي ستة فاكتوريال صافي، هذه هي ستة فاكتوريال، ستة فاكتوريال صافي. ثاني هاد سبعة فاكتوريال نقدرو نكتبو على هاد الشكل هذا، نقدرو نكتبو هاد سبعة على هاد الشكل، ستة بلوس واحد كاين ولا مكاينش؟ ستة بلوس واحد راه هي ستة، هي سبعة فاكتوريال كتساوي لنا سبعة فاكتوريال بلوس ستة، يعني ها هي إن ها هي واحد، يعني هنايا يعني هنايا إن بلوس أن اشنو كتساوي لنا؟ الا جينا لهنا كتساوي لنا ان بلس ان، ها هي 6 زائد 7 كتساوي لنا 6 زائد 7 هي 7، 6 زائد 1 6 زائد 1 كتساوي لنا 6 زائد 1 فوا 6 فاكتوري، شكون هي 6؟ هي ان فوا ان، ان فاكتوري. نتمنى نكون فهمتوا هاد الكتابة. هاد 7 راه كتساوي لنا 6 زائد 1 صافي، راه هاد الكتابة هي هاد الكتابة، ها نتوما شوفوا هاد الكتابة راه هي هاد الكتابة. عاودوا في لي زيكزامبل بحال هكا، ديروا 5 5 بلس 1 فاكتوري شحال كتساوي؟ 5 كتساوي 5 زائد 1 فوا 5 فاكتوري صافي. الوغ نحيو هادشي، نتمنى انكم فهمتوا لان ما خصناش نطول بزاف في الفيديو، داكشي علاش نزربيو شو. الوغ شنو عندنا؟ يعني ان ان بلس 1 بلس ان فاكتوري، هنا عندنا لقينا ان فاكتوري سي هاد ان فاكتوري. الوغ كيما كنشوف هاد ان ان فاكتوري عندنا هنايا ان فاكتوري كبيره من ان او كار، يعني نقدروا نعوضوها صافي.
يعني هذه تولي اكبر او يساوي، نكتبوا هذه اللي عندنا ان بلس واحد فوا بلس ان فاكتوريال، الى قلنا اكبر يعني ان فاكتوريال كبيره من ان اوكر، نعوضها بان اوكر. يعني هذه الكتابه صحيحه ياك بعدا ساليه. دابا شنو خاصنا نلقاو؟ تبع معايا، خاصنا نلقاو ان ان بلس ان فاكتوريال اكبر سوبيريور ايغال ا ان بلس ان كل اوكر ساليه. كان ندير بينوها الوغ حنا شدينا هنايا، يعني هذه يعني هاد ان بلس ان بلس ان فوا ان او كاري خاصنا بينوها انها اكبر او يساوي ان بلس ان كل او كاري صافي. يعني هذه خاصنا بينوها انها كبيره على هذه باش نبينو ان هذه كبيره على هذه صافي. باش اننا كنبينو هذه كبيره، علاش كنديرو؟ كنديرو عمليه الطرح. يعني هذه كنجيبوها لهنا كتولي ناقص، وهذه خاصها تكون بوزيتيف، خاصنا نبينو انها بوزيتيف. الا قلنا هذه بوزيتيف يعني انها هذه كبر من هذه سامي، نبقاو خدامين عليها. يلا هذه في الوسط، هي في الوسط باش تاكدوا كتكتبها. الوغ عندنا ان ان نشوفوا هنايا، نقدروا نعملوا بعامل مشترك هو ان بلس ان عامل مشترك. اش هذا عطينا؟ عندنا ان او كاري ناقص هنايا ان بلس ان سي بيان، نحيدوا الاقواس غتولي عندنا ناقص هنايا. الو نقدروا نعملوا بان هنايا يعني كتساوي لنا ان بلس ان عامل ان او كاري ناقص، قلنا لنا نعملوا بان، نعملوا بان هنايا غتبقى لنا ان ناقص واحد ناقص ان. الو هادي بوزيتيف سي بي، علاش بوزيتيف؟ لان ان هنايا حنايا عوضتي بربعة، راه قلنا بوغ توت ان كبر ويساوي ربعة، يعني اصغر عدد هو ربعة. انت عوضتي بربعة ناقص واحد ثلاثة، ثلاثة في ربعة إيه ناقص واحد يعني موجب، يعني ربعة في الموجب باينة هذي أكبر مثلا. يعني من هذا كنستنتجو أن إن إن بلس أن الكل أو كاري أكبر أو يساوي إن بلس أن كل أس إتنان صافي. وعندنا أن هذه بلا أصلا هذه راه كبيرة على شنو؟ على إن بلس أن كل فاكتوريال صافي. يعني هذه كبيرة على هذه، يعني انه نجيو هنايا شي كنديرو في الوسط باش تاكدوا صافي. الوغ صعيب شويه هاد السؤال هذا، السؤال الثاني غادي يكون سهل بزاف. الوغ يعني ان هذه كتبوها هنايا، يعني ان اكبر هذه اكبر او يساوي مناش من اكبر او يساوي من ان زائد واحد لكل اس صافي. يعني هذه دونك فان ان بلس ان فاكتوريال اكبر او يساوي ان بلس ان كل اس اتنان. الو عندنا ان بلس ان فاكتوريال اكبر او يساوي من ان بلس ان كل او كاري، وبرهنا عليها ودرنا هذا كيفاش كنديمونطريوها، ودرنا اصغر عدد ورا بعض عوضنا لقيناها بوزيتيف دونك راه صحيحه. الو سي فري يعني لقينا هذه، يعني ها هي هذه مونطريناها. الو هذه هي المرحله الثالثه اللي قلت لكم فيها خدمه بزاف. اما المرحله الرابعه وهي باغ لا ريكيرونس، ما تنساهاش هذه هي اهم مرحله. الا ما كتبتيهاش مشاك التمرين كامل كتكتب له باغ لا ريكيرونس، باغ لا ريكيرونس كتكتب له الجواب اللي عندك هنايا. بوغ توت ان اكبر من ربعه فان ان فاكتوريال اكبر من ان اوكار صافي. هذه هي المراحل بساط بزاف. الوغ نديرو اكزومبل لاخر، اكزومبل لاخر ساهل بزاف ماشي بحال هذا، هذا شويه فيها خدمه ولكن نحيو هذا. نديرو اكزومبل لاخر ساهل انا الحمد لله. الوغ هنا اربعه. الوغ الاكزومبل لاخر شنو قالك؟ مونتري كو بوغ توت ان ابارتونو ا ان، عندنا جوج دو ان سوبيريور ايغال ا سوبيريور ستريكتومون سوبيريور ا ان صافي. الوغ نكتبو هنايا بوغ توت ان ابارتونون ا ان، اشنو عندنا؟ عندنا دو ان اي سوبيريور ستريكتومون سوبيريور ا ان صافي. كي نديرو نمونطريوها خاصنا نمونطريو باغ لا ريكونس، علاش؟ لان عندنا ان هنايا صافي، عندنا ان في التمرين. الوغ المرحلة الأولى كنديرو كنكتبو بوغ بوغ ان، اشكون ياخد؟ عشان عندنا ان كينتمي لمجموعة ان
المجموعة ان شحال هي صفر واحد جوج اكسيتيرا، كنهزو اصغر عدد هو صفر، يعني نهائيا ان ايكال صفر. الوغ المرحلة الاولى راه فهمناها مزيان، الوغ اش كتبو المرحلة الاولى وكنتأكدو والصحيحة هادي، والصحيحة هادي كتكون صفر، يعني جوج اس صفر كتساوي لنا واحد، واحد راه اكبر من الصفر كما كنشوفو، يعني ان بينا ان جوج اس صفر اكبر من صفر. صافي، جوج اس صفر كيساوي واحد، واحد اكبر من صفر، حنا برهنا عليها في الاولى. الوغ نشوفو الثانية، الثانية كنكتبوها كنكتبو بوغ توت ان ابارتون ا ان، قلنا سوبوزون كنكتبو سوبوزون كان، الوغ هاديك ساعة ما كنديرو والو، سوبوزون كو كنكتبو داكشي اللي عطينا جوج ان اكبر من ان. الوغ هنايا قلنا مونتخي، الوغ المرحلة التالتة قلنا مونتخي هي اللي فيها الخدمة، قلنا مونتخي كو، قلنا مونتخي كو جوج ان فيما لقينا ان كندير لها واحد، جوج ان بلوس ان اكبر او يساوي ان بلوس ان. هذه هي خاصنا نبداو، كنبداو بهذه ونلقاو هذه شي سامبل، ولا نبداو بهذه ونضربو في جوج اكسيتيرا حتى نلقاوها. الوغ اللي بغيتو نتوما حنا نبداو بهذه، ولا هذه راه بحال بحال، الوغ نحاولو نبداو بهذه حنايا تمام. يعني جوج ان بلوس ان شحال كتساوي لنا؟ جوج ان بلوس ان كتساوي لنا جوج ان فوا جوج، صافي. جوج ان بلوس ان كتساوي جوج ان، جوج ان تلاتة ان بلوس ان شحال كتساوي؟ تلاتة ان فاش تلاتة، تلاتة ان زائد ستة شحال كتساوي؟ تلاتة ان تلاتة و ستة، لأن هادي في هادي شكتساوي؟ كتساوي ستة زائد ان زائد ستة كتساوي تلاتة، إذا كان نفس العدد هنا تلاتة في تلاتة كنجمعو غير هاد الفوق هذا، يعني ان زائد ستة و تلاتة، داكشي درناه هنايا فرقناهم. ألوغ كملو التمارين ديالنا. ألوغ هنايا شنو خاصنا نبينو؟ دابا هنايا شنو خاصنا نبينو؟ كنشوفو شنو خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينو أن جوج ان بلوس ان أن أكبر من ان بلوس ان، كي غنديرو نبينوها هنايا، عندنا هنايا جوج ان راه أكبر من ان، هاكا هاكا. ألوغ إلا جينا لهنايا عندنا جوج ان أكبر من واحد، صافي، جوج ان اكبر من زاوية واحد، علاش؟ هاد ان هادي راه كتنتمي ل ان هذا، يعني كتقدر تاخد صفر واحد جوج ثلاثة اصغر عدد هو صفر، جوج اس صفر هي واحد، واحد راه اكبر ويساوي واحد، صافي. جوج هي اربعة، اربعة كذا حنا ماشيين وطالعين، يعني ان هادي صحيحة. وعندنا جوج اس ان اكبر من ان، علاش؟ لانها افترضناها، يعني الا جمعنا هاد جوج درنا هادي زائد هادي غتعطينا جوج ان زائد جوج ان اكبر قطعا من واحد زائد ان هي ان بلس ان. سالبي ان زائد ان شحال هادي؟ جوج ان زائد جوج ان هي جوج في جوج ان اكبر من ان زائد واحد. سالبي هادي ها هي، يعني هادي مالها اكبر من ان زائد واحد، احنا برهنا عليها. كتبوها هكا دونك، يعني ان جوج ان ايوا هادي كتبوها هنايا، لان استنتجنا على تحت ان بلس ان اكبر من ان بلس ان، صافي مونطريناها هنا. الوغ عندنا جوج ان بلس ان اكبر من ان بلس ان، داكشي بينا بينو، هاي داكشي بينا بينو، صافي. عندنا هنا باغ لا ريكورونس، par la récurrence فإن pour toute n appartenant à n فإن juge n est strictement supérieur à n. c'est alors on tient à compte de mon forfait de la salle